أخفقت الكتل السياسية في الاتفاق على عقد جلسة رسمية للبرلمان بنصاب كامل خلال هذا الأسبوع، بعد تمديد الفصل التشريعي شهراً كاملاً وتشكيل لجنة خماسية للتواصل مع جميع الأطراف السياسية واستكمال الإصلاحات. ويهدف قرار التمديد إلى إعادة لم شمل البرلمان المعطل منذ نهاية الشهر الماضي، والسعي لإكمال القائمة الحكومية لرئيس الوزراء الذي يواجه هو الآخر مشاكل تعذر اكتمال النصاب القانوني لمجلس الوزراء ورفض محاولاته تعيين وزراء بالوكالة. رئيس الجمهورية فؤاد معصوم يسعى إلى حل أزمة البرلمان من خلال حوارات مكثفة يجريها مع جميع الأطراف والكتل السياسية بما فيها النواب المعتصمون، ومحاولة توحيدها على رأي واحد يتمثل بانعقاد جلسة برلمانية شاملة. مقرر البرلمان عماد يوحنا أكد أن الأجواء غير مهيئة لعقد جلسة للبرلمان، مبينا أن هناك لقاءات وحوارات مستمرة لعقدها بأسرع وقت ممكن، وأن قرار المحكمة الاتحادية بشأن الطلبات المقدمة من بعض النواب سيساعد على التئام المجلس. عضو اللجنة القانونية البرلمانية سليم شوقي أكد أن تمديد الفصل التشريعي بحاجة إلى تصويت البرلمان الذي يعاني من عدم اكتمال النصاب أصلاً. المحكمة الاتحادية العليا دعت الأطراف التي قدمت طعوناً بجلسات البرلمان الأخيرة إلى تقديم إجاباتها تحريرياً خلال 15 يوماً، وحددت 25 من الشهر الجاري موعداً للنظر في طعون طرفي أزمة البرلمان. جبهة الإصلاح البرلمانية أكدت إنها قدمت الوثائق والأدلة التي تثبت عدم شرعية رئاسة البرلمان الحالية، واعتبرت أن المحكمة الاتحادية كان ينبغي أن تحدد مدة أقل للحصول على إجابات طرفي النزاع البرلماني مراعاة للظروف الاستثنائية التي يمر بها البلد. مجلس القضاء أعاد الكرة إلى ملعب الكتل السياسية المتنازعة فيما بينها، محاولاً إفساح الوقت أمام تسويات الكتل لإعادة انعقاد البرلمان، مخافة من اتهامه بالانحياز لهذا الطرف أو ذاك، لا سيما وأن قواً عراقية تتهم القضاء باستخدامه للتسقيط السياسي. في اتصال هاتفي معنا فراس الدليمي مراسلنا في بغداد. أهلا بك فراس. بداية، أخفقت الكتل بالفعل في الاتفاق على عقد جلسة هذا الأسبوع بنصاب كامل، ما هي التوقعات حول جلسة الأسبوع المقبل؟ هل هي الأجواء الآن قد تؤكد على عقد جلسة بنصاب كامل في الأسبوع المقبل؟ نعم، ناطق بداية يعني الخلاف ما زال موجود في الكتل السياسية على أمل الدعوات إلى جلسات حوارية ونقاشية من أجل الخروج من هذه، أو على الأقل الخروج بحل يتفق عليه جميع الأطراف المتخاصمة داخل مجلس النواب. ربما الأسبوع المقبل يتعقد جلسة، أعتقد تكون جلسة نهائية بخصوص استقبال القائد الأمني من الخروقات الأمنية في الأيام القليلة الماضية، لكن الخلافات مستمرة. أيضا هناك ربما تحصل حلحلة من جانب جبهة الإصلاح المعار لسليم الجبوري ومن معه من النواب، حسب تصريحاتهم كانت اليوم أنهم مستعدون لعقد جلسات حوارية ومناقشات مع اللجنة الخماسية اللي شكلها رئيس مجلس النواب سليم الجبوري من أجل الخروج بنتيجة إيجابية تكون والعودة إلى عقد جلسات البرلمان، لكن لا زالوا بنفس الوقت تمسكون بشروطهم والتي ينتظرون البت بها من قبل المحكمة الاتحادية. يعني هذه الإجراءات وهذه هي. طيب يعني فراس الوضع الأمني المتردي في بغداد ألم يجعل ذلك إلى عقد اجتماعات جانبية بين الكتل للتباحث ربما للتأكيد على عقد جلسة سريعة بهذا الشأن؟ يعني حصلت هذه الاجتماعات الاستثنائية بين اللجان، لجنة الأمن والدفاع، اللجنة الاقتصادية وبقية اللجان الأخرى، لجنة الخدمات أعتقد واللجنة المالية، لكن حقيقة يعني إلى الآن لم نشهد ردة فعل حقيقية من قبل
النواب ومن قبل السياسي ومن قبل حتى الحكومة برئاسة حيدر العبادي بخصوص ما حصل من خرق أمني متكرر في العاصمة بغداد بجانبيها الكرفور الرصافة، وكما تعلم أن الضحايا كثر، يعني وصل العدد أكثر من 200 يوم أمس، وبالتالي لن تكون هناك ردة فعل. سوف تكون هناك للتيار الصدري ربما وقفة مغايرة. يعني اليوم كان هناك تصريح لزعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر أن الأيام المقبلة سوف تشهد حماية مدينة الصدر من قبل سرايا السلام وإخراج القوات الأمنية من الانتقاء بسبب تكرار الفروقات في هذه المنطقة. نعم. اعتبروا أن هذه الفروقات هي استهداف لجمهور التيار الصهيوني من قبل أحزاب أخرى مشاركة. مراسلنا في بغداد فراس الدليمي كان معنا في اتصال هاتفي، شكرا جزيلا لك.